أنا سائر، أنا ناية، منا بدنا نساوي نساعد مع ماما أطيب أطيب دونات. دونات. المكونات: كاستين ونص طحين منخول، 50 جرام زبدة، بيضة ونقطة فانيلا، 3/4 كاسة حليب دافي، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة صغيرة مبردة، ملح ونحط ملعقتين سكر. قطع السكر، قطع السكر والخميرة إلى الحليب، وسوف نضع عليه الزبدة الزائدة. ثم نعجن، نضع بعض المكونات ثم نعجن. ناجح حتى تصير العجينة ناعمة. خطيها ساعة قبل ما تتخمر. كاسة حليب بودرة، معلقة صغيرة نسكافيه، كاسة كاكاو، كاسة سكر، 3/4 كاسة زيت، كاسة مي، نقطة فانيلا. نضع كل المكونات على الخلاط مع الزيت. نخفق المكونات ونضع الزيت بالتدريج. نضع حليب سائل على السكر بودرة. خلصناها.
نقليهم بزيت حامي.